بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، آمين. وبعد، بيارخ واي تبارك وتعالى لجلسي سيسدو نودونوي تدريسي كتبي الفقه المناجين جلدي سووم لأفري شوارسدو سيوسي. أثنين، حد شرب الخمر، حد نوشيني خمر شراو. لقد مر هذا البحث كاملا ومفصلا في الجزء الثالث عند البحث في الأشربة المحرمة. مبحث الشراب وأنا لجزء جلد دومي لاي إماكا. لو شوينك بحث أشربة محرمة أكد لو بحث كرياجة. كما شون مكتبة لأسماء هش جلدي شاب يانكردو هش جزء. جاء آية شرب خمر حدي هزيا فقط تعزيري كو دياري كرياجة. شرب خمر حدي هز زورق لزانايان وكمام ابن حجر عسقلاني، قاضي عياز، ابن حزم اندلسي، ابن دقيق العيد، ابن هبيرة، ابن قدامة، ابن عبد البر، شوكاني، ابن رجب وغيره، اجماع نقلكا كبالي حدي خمر اجماعي لسرة. يعني شي يعني خمر حدي هز اجماعي لسرة كحدي هز، بس اختلاف بس إساءة تشل زربة زيا هشتا زربة، بس خمر بإجماع حدي هس فقد اختلاف آية تشل زربة زيا هشتا زربة. نكتفي هنا بهذه العجالة لرا عجالة وار يعني بفلة مختصرة بحث يكين جون قبل بحث ما نكردوها لبحث أطعمة كيابو لو شون بحث يكرد ليكون هذا البحث في مكانه بين الحدود لراج مختصر بحث يكين تا لشويني خويتي على بحث حدودي شا باس ما نكرد به. من شرب خمرا أو مسكرا مهما كان منشأه، هل كسي خمر خمر لأصلا بويل هنجور جيرابيد وتيانا خمر كسي خمر بنوشت يا حرش مسكر به إذا منشأ كي هرشي هز إذا لبرتقال قرتو يانا لشوتي قرتو يانا لهرشي جيرابي لما الشعير اصطلاحا بجو بيت هرشي بيت. ومهما اختلف اسمه اسم كيشي حرشي بيت خا كان ابن دلستر نا ابن هتشيك أقيم عليه حد الشرب سواء حصل الإسكار بقليل منه أو كثير. فرقناك اسم مستيكا بمثلا خوارنوي بارتشيك كابرا مستبكا يا بنازم ليواني كيج مستبكا فرقناك ما دام أصلي ما دك مسكر بيت كابرا كنوشي وخوارديو وحدي لسرج راكري. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البتعي وهو شراب يصنع من العسل، شرابك اللي هنجوين خاسكري، والمزري وهو شراب يصنع من الشعير لجو أو الذرة يا للذرة خاسكري. فقال أو مسكر هو أيا مسكرة أيا إسكار كنندس؟ قال نعم. وتبالي قال كل مسكر حرام، إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكرة أن يسقيه من طينة الخبال، نسأل الله العافية وحسن الختام. أفرمي حتشي مسكرة حرامة خوا وعدي داقة وعيدي داقة أهدي كردوا كسيك وا مسكر بنوشي لطينة الخبال بي بنوشي فنابر خوا. قالوا يا رسول الله ما طينة الخبال؟ قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. فرمي طينة الخبال شي فرمي عرق أهل دوزخ يا شلكاوي زخمكاني أهلي دوزخ خوابنا من بايا ربي. وحد شرب الخمر 40 جلدة، لما سبي شافعي تشل جلدز تشل دانا شلاخة، ويجوز أن يبلغ به 80 جلدة. ولم أكري تاهشتايج بيوي على وجه التعزير للحد أم تشلكي تربو تعزيره نحد. روى مسلم في الحدود باب حد الخمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد 40. شل زربي بنعال بتاكوشو بجريد بشير أوانا تركة نركي باريك الجريد أغصان النخل إذا جردت من الورق الشاخي خرما أقر قلاكي لبكريتوك شتيكي ناسك. وإنما يزيد الإمام على 40 جلدة تعزيرا إن رأى مصلحة في ذلك. زمان إمام أمكارك لتشل زربك بيشتليه ده أجل مصلحتي بيني
لا سيما إذا فشى شرب الخمر مثلا زمانك شرب خمر زهر بوغة هشتاك لي أدابو مردم دسكيش وانتشر شرها والشر شر أما سليشة منتشر بيت ليحصل الردع والزجر تا بازدارندگي لأمكار حاصل بيت. ودليل أن زيادة على الأربعين جلدة تعزير وليس بحد ما رواه مسلم في الحدود. دليل أمام كان بيشتر لتشلكا تعزيره حدنية روايتك لمسلم وارد بوا باب حد الخمر أن عثمان رضي الله عنه أمر بجلد الوليد بن عقبة بن أبي معيط فجلده عبد الله بن جعفر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه يعد حتى بلغ أربعين. إمام عثمان أمري كرد وليد بن عقبة كري أبي معيط كأميري تعيين كراو بولا لان امام عثمان لسريك لشاركاني عراق يا بصره بو بيما بي اكو فبويك كان شهادتي كان لسر دا كاما تشيا كان شراوي خواردو بعد انقوايا مسلكش حتى ثابت نبو بس دو شاهدك شاهدي دا شهادتي دا اتر ام بياوا هميشه تمشاك اولا قاضي هر خواز لقيامته همشتي روشنو بيولي او كتاريخ نقلي كردو ام پیاو که امیری او شوی نبوه بعض کسی که عقوبه داگل لسر مسائلی که حق قینیان لی هل گرتو و کینیان لی هل گرتو و شوی انشتی که بون بیگرن لی و عبروی بن تحفیک ارون مالی ولید ابن عقوبه هیچ نوگه لمالی ها میوانی که لیوی بوگه هنگوری که کم لمالی ها بوگه دو چندانه اگ دانی اگل زرفه که تقدیمی او میوانی کردو و واردو يعني يا الى اخر ميواني كي كسا او كسانتين انا او اميج اللي بلا وكم ميوي يعني زرفك اجريت وي خات جيري جيري جي جيري صن او ميزي لسري دانشتون باني وينن اما نو ازن شراوي خواردو تن شايتي درو ادن بر علي وتن شاهد يشات كو شهادتي داغو وي حد كل سري شي بي اجراء بي بلان اوا نقل كرياك واقعا وانا بو بتا بتما أتوان مراجعة كان بو أم مسائلانه يكي لو كتباني كجوابي شبهاتي كساني كخراوي صحابيان وتو داويتي كتبه قديمة باشا كان كتبه العواصم من القواسم إمام أبو بكر بن العربية العواصم من القواسم إني أبو بكر بن العربي مالكي البتاء ويكي يسبخشو بوغا ونشربوغا بشيكي كميسي كاملكي كتبه أصلاكي بشي كان ترجمة كرغسو أو بشيك بحثي نكاني صحابة واناكا أو يان ترجمة كرغسو هس أو مراجع كان أو توزيحي أمانا دا هم بحثي أم وليدكا هم بحثي أواني تركا أو روايتانا تيرتو. فجلده عبد الله بن جعفر رضي الله عنه عبد الله كري جعفر ليدا حزرة علي تشيكل يعد أيجمارت حتى بلغ أربعين تا قيشت تشلدانا فقال أمسك إمام عثمان فرمي بسه ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين وجلد أبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إليه. فرمي حزتي رسول چلي لداغ أبو بكر چهلي لداغ عمر هشتاي لداغ همي سنة شرعية ولمن چلك باشتر للاما إيسا أما باشتر خو يعني چي إيسا أم حديثة چي هاتياك دليل بلا سر أويك حدك چلا أجر حدك زيادة البواية بو إمام عثمان جائز نبو بيجي چل ليبا چون وكجنية لحد چيبكا كموكا فزما دليل لسر أويك حدي شلا حدي شراب چل دانس أي الاكتفاء بالأربعين يعني كفاية كردن بچل دانا لأنه الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحوط في باب العقوبة من أن يزيد فيها عن المستحق فيكون ظلما وثمان زمانك ظلمني زمان تبني مصلحته وسك كبرى او تعزير يجبا بس اما وازحبو ات اختلافي لسره جماعات هر يجن هشتازر بس لو زانا يعني ما سبي موايج بما يثبت الحد باش حد شراو حد شرب خمر بشي ثابت يثبت حد شرب المسكري ويجب عليه بامرين بدو طريقة حد شرب خمر يا مسكر واجب بيت وثابت بيت
الأول البينة يك بينة أي شهادة رجلين مسلمين عدلين دو كسي مسلمان عادل بين شهادة بين. الثاني الإقرار وذلك بأن أقر على نفسه بشرب مسكر خوي ببيجي من اشتكي وامكر دول. ولا شك أن الإقرار حجة يقوم مقام البينة وهذا ولا يثبت الحد بالقيء بل عم دقتك باستفراق ثابت نبي كبرى مثلا شون معمولا كسي أو زهر مارا أخوة خوفنا من با خمان وبن معلم اللي دورو بخا استفراق شيء هس والاستنكاه يعني هو الشم ورائحة الفم نفر بي أبي بيجي بابوني دمي كمزان بو شراوة دا بوشي أحد قدك سبحان الله لاحتمال أن يكون شربه مكرها أو مخطئا والحدود تسقط بالشبهات شاهد أصلا برا مكرها خوارد بيتي شاهد مخطئا نيزاني جي شاهد كسي كرديتي بمليا حاتي منازاني بس الشريعة نات وتماشى دين شاني مهمة دين شاني جيغاي رحمته تطبيقي غلطي دين بهوا وهوسي خومان خواب نامان با چيه كابده كابرا عبرو بقرة مالي كابرا بزان المالي بقرة لبيني كتابة كانيا لبيني لباسة كانيا لجيري قالية كانيا باش كم كاغاز اشتي بيابكي قسيكي وتبه تبه ايما بيايكا برو بقرة كربا بابا كابرا فنابر خواه كفري خواه كردو يا لولا قناحي كبيري كردو خواه آواتك يا تعاملك ويليك حتى تماشا بزان التطبيق غلطي دين چزر بيه قدالي وحمويشي بخواه لقيامتها خواه فنابا با وقت علي يك بيك محاسبه انا كاريتو كيبوي ديني من الناشرين كرد ياخد كرد نمايندي من السرزمين قركتو بسوء استفاده للدين برنامج خود بويته بيرو اي شباب بحد شرب خمر ملي والحدود تسقط بالشبهات جوك اخوان معنا بلا 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 بيني بيتيان شراو اخو ايشي المخدئة كابرات واني بيدرو بيجيك او يكوالا لا اما ظاهرا عادل او تشايتي اداو چيبكين تر قاضي فقيري چيوكا ما قيكي كتر بي جرحي امانكا لعدالت يعني بيجي من شايتي ادم امانا لشفران شوينا درو ينكرده اتو كانت شايتك يعني رد بيتو والمخدرات ما بحسي بعني مخدرات ايا مخدرات حدي هز يعني مخدرات يعني تخدير تخدير يعني اوكو انسان صر بحاله اينكا يعني تر اوكو بيجي حالتي كيفيكا قصيكي مشهور لماركسي ملحد وتيتي الدين أفيوني شعوبة أفيوني يعني ترياك دين ترياكي شعب كانوا ملتكان بعزبي ملتكان همو يعني ابنه برونو بونا بإنسانان يكي بيكارو هيش يعني لنيتو خمولو سستو تخدير شد على قصيكي باطل دين أو دين سوا مجاهدين تاريخي دروس كردو كلابياواني تاريخي دروس كردو مرداني تاريخ سازي دروس كردو ايشي المخدرات معنى التخدير التخدير هنا يقصد به الحالة التي تغشى العقل والفكرة من الكسل والثقل والفتور يعني دقيقة عن كذب يخت إنسان أخوي كبرجي دة دقيقة بخاد دة دقيقة بخوم صار حاله مو واقع عن جواسه شيء دة دقيقة أخوي جاني تيا كويتو بنج دقيقة أخوي بيا كويس شهر جويتو هو شيء لوجود إنسان غدية كز وقت أخوي وقت الشكتة بيته وخوبتي وقت خوتي أو غدا إني ترشح أكا بعسى بإنسان راحت بيته أساج بقريته شكتي درجت الآن أما مواد مخدرة شيء كان تحريك أو غدا أكن كترشحك تحريك أو غدا أكن ترشحك يعني شيء لغيري وقتي نيازي خويا تحريك أكن شيء ترشحك نتي وقت إنسان أي إخوات شبه سرحالة بيتو حالتي شكتي لا أشي أو سبع زين الراند كان أو أنا وار رجاي دورو وأنا رون متأسفانة راند إتوبوز راندي كاميون أكثرن شيء متأسفانة جيرو داي مواد مخدرة بن بو يعني من 48 ساعة للرجاي باخو من بينا كبي أو أخوان تخويش يعني نرجع اعتيادي أم بدرز اعتيادي بدرز بو شيء أو غدة كاري أصلي خوي وتميسي خوي ليش وياك قبل أنك بخوتنو أو أنا راحتي كاريك إيس الشيوياجي نتيجة أو مادة نجيبه وأفراده بدنيان إحساسي إيشك إحساسي نارحتي كان إحساسي سرجانا كان ومعتاد بو مادة خواردي صرحة لبيتو أما سدردك
وصل دخالت البرنامج خوا زرر زرر يزبو بدن ودوايت ما شايش كزرراتي ك على عن جامعة تشيبي فنا برخوا فنا برخوا إنسان جاي تحدي على عياذ بالله كبرى ناموسي خوي فروشتو كبرى بوجا حتشي لمال يا بوجا فروشتو يعني هيك نيش توصل لمالا تحفة حتى دي بايخ شالته بفروش مادة مواد بسينم حتى على عياذ بالله جاي منالي خوي فروش كده يا سيبك أسي بو مادة مواد دسكيبي يعني إنسان حتى نامني بو الشريعة أمانة تحريم كده إنسان لو إنسانيتي خوي بس أويت أويت حج نجاي جاي اجتماعية مني نجاي جاي نازان حج حج نامني خان وادي حج بس تخدير وسا ما يقصد به الحالة التي تغشى العقل والفكرة من الكسل والثقل والفتور يعني شيء حالة تتملي عقله لفكري إنساني آسان أبي راحتي بخوي بيجي فتور والثقل إنسان جينا بيتو فكري حج نامني تو أروات في ميدان كتف كيسامي شيء أما واد مخدر يشتى ترياك لا يخ أو أنا أشوف بيجي نازم شيء بيجم بيجي عائلة ترياك ترياك يجني لا بعضه كأكيسة دروس كرياجن الآن شيشة دروس كرياجن نازم شيء دروس كرياجن أصلا أو شيشة كبرى استفادة كبعد المقطع بدني دا أرزى يعني قام كده سي أوب كأكن ريتو أعرفهم یا او کورس روان گردانانه کبرا بوګه مثلا خواردویتی سواری ماشین او ماشین له سرعت 120 بوګه او انا حالی نيزانی گچی بشی او تیس به سبا اما برم له دکان نشه سینم لحینی حرکت ریګ اخوا نيزانی ګروات اخوا یا پنا بر خو کبرا بوګه له امکر ماشانی خو من روی د اخوا پنا منبا ینه او اوشته خواردو پنا بر خوای ګور سبحان تعالی منالی خو یو کوم امر پاک کړو وایزانی ما امره سوينا زرشوينا كهوكو مامر باكي كذب فنا برخوا شنو إنسان روان قردان ترتسلي لي أشيوي أمام أسر شريعة تحريمي كذب أي شيء والمخدرات كل ما يسبب هذه الحالة للعقل مخدرات حد شيء كسبب أم حالته يبو عقل من بنج وأفيون وحشيشة ونحوها بنج حل فارسيشة درختي بنجي بيجن يا همان درختي شاهداني بيجن افیون تریاکه شو حشیشیش که واضحه اتر هیروین و مورفین و نازنم چی هر چی مصیبت کیس دروس کریاگه به توسطی که توسطی مافیاهایی که پیسی خوانه ناسه که هر بشونی مال مردم هر چی به سر بابه و نحوها مخدراتیش لا خلاف فی المذاهبی فی تحریم المخدرات مخدرات لمذاهبی چوارگانا هیچ اختلافی لسر تحریمی مواد مخدرنی به اتفاق حکم المخدرات المخدرات حرام كيفما كان تعاطيها مخدرات حرام حر جورك تعاملي أنت كاكي يعني بي سيني بي فروشي بي خوي لما فيها من الأضرار بالعقل والجسم شنك أما نزر الهايكي زوري هس بو عقل بو جسم روى أبو داود في الأشربة باب النهي عن المسكري عن أم سلمة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر هر مسکریک و مفترکیش شتی که جوان انسان دوچاری شه که بهوشی و یا بنوعک نشئه کاتو لو حال ناراحتی و فکر و آن بدری که تخدیری که اصلا عقوبة تناول المخدرات عقوبة المخدرات عقوبة تعزیریه مخدرات حدی دان ریاگ بی ولی تعزیری اکری حد عقوبة مفوزة من حيث نوعها وشدتها إلى ما يراه القضاء الإسلامي العادل من سجن أو ضرب أو تقريع بشرط أن لا يبلغ به أدنى حد من الحدود الشرعية اتأمد دان رياجة من حيث نوعها وشدتها يعني وقزارك رياجة لجهتي ويك النوع كي تنبي شدتي تنبي أويك قضاء إسلامي عادل إجازين دان بي ليدان بي تقريع توبيخ بيت بشرتك كتيبه بشرتك نجيت أدنى حد لحدود الشرع وتم أما سلم حل اختلافه توايو ببي مصلحتك إنك على لما زبي ما مالك وتم حتى حد قتل جروا فرق جاي كسي مادي مخدرية وردو مثلا بو مادة مخدرية كسي كشتوه نازان شيك مسائل متفاوتة الحمد لله الرجاج باز الفقه الإسلامي بو حكومتك حكومة إسلامي بيت ريبازة برساسة أو مسألة لفقه إسلامي كأولي خوب واضحة متأسفانة بعض الجاراني تشيك بعض الجاراني زيادة روية كريلا محكمانة ده شبيني كابرايكي فقير
بدبختی کات که برای کی موادی برگه اعدامیه کن یکی کیتر جوره تاجری ام بازار است لولا واحدی بونه پیناکن و بحث المخدرات قد مرة مش معنا بتفصيل بحث كرد لا كيا مفصلا في الجزء الثالث في بحث من بحث الأشربة المحرمة ولذلك نكتفي هنا بهذه الخلاصة والله الموفق لبيتوزيح من ده حكم المخدرات شيبوا شون حد السرقة حد سرقة يكي كتلا حدود كك لا شريعة وارد بوجه كما جاء الإسلام بالمحافظة على الأنفس والأعراض كذلك جاء بالمحافظة على الأموال فشرع حد السرقة لمن يعتدي على الأموال صيانة لها فما هي السرقة وما حدها إليك بيان ذلك فيما إلي شريعة الإسلام هل وكتون هاتكب محافظة لقيان كانوا آبرونا موسكان هاتوا بمحافظة سر أمواليك نتيجة حد السرقة دانيا قبو كسي دستريجيب كان لسر أموالي خلقي صيانة أما مفعول له لبرجي أم حد دانيا قبو باراستني أم أموالانا سرقت شيء حد كيشي شيء أوها يسبو تباسيك ما هي السرقة تعريفي أشيب زاني السرقة في اللغة أخذ المال خفية مالي كسي بمخفيانة وربقري أمال حازي شيبو لغة شرعا أخذ مال الغير خفية ظلما من حرز مثله بشروط معينة قيود يهز ورقرتني مالي كسيك خفية جارب مخفيانة هل يجري إذا أو بمخفيانة هل قرتنا ظلمان يجبه بظلمه هل قرتبه إنجا من حرزه مثله لمحل نقهداري خوي اشتكوا معمولا لو شوين نقهداري أكريتون لو هل يجري أو شروطي كتابة يزبه اندازه يكيبه أبي چيو 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 شروطكاني باسكا بس أجر فخرج بقولنا خفية الغصب يا نهبو طالان بويك يجين خفية غصب نهبو طالان أولي درج فالغاصب يستلب المال جهرا غاصب مالك جهرا سلبك على كامرا وريقري فلا يسمى سارقا ولا يدخل في عقوبة السرقة داخل عقوبة السرقة نعم عقوبة ترياس وخرج بقيد مال الغير النباش وهو الذي يسرق ما في القبور من أكفان الموتى فإنها لا تدخل في تعريف السرقة مالي غير أتواني برلا أما بيجين كابرا مثلا مالي تو كابرا تزيويتي هل يقردوها غصبي كردوها أروي خفية هل يقري مالي خود تحيش تزيني أميشي ليران نباشي ليبا درتشي نباش كي أويكوان نبش نباش في أم بالغاز أويكوان زور نبشي قبرا كان كاري بوسا أو بنابرخو أروي قبرا كانيتو كيب كفن بتزي ها سبحان الله بشرة قاته تحدى نسأل الله العافية وحسن الختام وكو أوقس مشورخ من مان لبلاغة كذا أها بشر طبعي وسن ظالمة ما قر يا لبرخوا يا لبر قانونك أو كارنك يعني لبشر خراوتر لبشر خراوتر خوانش فرميتي فرددناه أسفل سافلين إن الشر الدواب لبشر خراوتر أقر بإيمان وخراو بوجوديني لسر زمينة لبشر خراوتر براسي تو حاجة حبزانا قيت تشحدي نباش هو الذي يسرق ما في القبور من أكفان الموتى كفاني مردو چني أكا كفاني مردو فإنها لا تدخل في تعريف السرقة بو لعدم وجود مالك لها شو واقعا مالك يبو وإن كانت حرمة الميت تمنع من جواز العدوان عليها هرچن حرمتي ميت بازداري أكا منعك لويكتو بيجي جائزة قبري بكني تو كاري بكي دزدريجي لسركي إلا إن كان القبر في بيت أو بمقبرة بطرف عمارة أأمة مقر أويك قبرك لناو مالك أبي يا لمقبريك لكنار عمارتك أبي ساختمانك أبي فإن النباش عندئذ يعد سارقا بوشي شون هاتوناو ملكي كسيك أو كاريك أو يشوالو ملك دا هموي ملكي كيه صاحبي ملك ويقام عليه حد السرقة لرأي حد سرقة لسر جراء أكري روى الترمذي ألبتا محل اختلاف النباش ها جماعتي جن سارقة وكوكون ديشمان جماعتي جن سارقة وحدي لسر جراء أكري جماعتي وكوما سبيه ما جن شي نه سارقني روى الترمذي في الحدود باب ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب
عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. هيج خائنك هيج منتهبك هيج مختلس دس قد نابي سي أمانكين. الخائن الذي يأخذ ما المال خفية ويظهر النصح للمالك بلام شروطي دزيت يا نبيت كابلا من صلاة خيانة كاره تيلاي تواجوري تلخوي نشانة دا بلام لولا وشيكا مالك وأجزي. منتهب كي هو الذي يأخذ المال على وجه القهر والغلبة تيب بزور حل برشاوي خلقا مالك وطالانك. والمختلس هو الذي يأخذ المال على سبيل الخلصة. مختلس كي كسي مال لسبيل الخلصة خلصة كي اختطفه بسرعة على غفلة مالك خطفك بلانشي بنوعك في نازاني او فيجن اختلاع لان اختلاس ايش كي امروجن هرمسه جوري هل يقريتون تماشي مالك اوكي كمو نوك ما قد دقتي لسركي بعد از مدتي كي مديد ايه واجهاش بي ازاني بلا يلا والله مالكم اي بيجي برا كمو بوك مثلا تو فرسك اوا گونیه برنج دیرا دکریاله که برای آلجارتی مثلا مشتیکی لحالا گری دیار نیه روشی تر مشتیکی لحالا که برای بعد از منگه تیه بینیم برنج نیو بوگت خوی چی سیره که تماشا که خوب بیشی دوی کشن رو اندو هرچی روشتی درک نه که کم بوگسو صحتی تو مشتیکی بچوکی لکم بو درکی نه ولی بعد از منگه ایجا خوب برای مصرفی چیم نکردو تو های که تا نو گونیه که چی بینی نیو است اما مار خلص است. خب حد السرقة شون قطعية يعني تماشا خوي تعالى حدي بو سرقة داني اجا قطعي دس قوما انا جرمن اما انشا عقوبة يا ناس حالي بوي اجا تحدي ممكن كابراش حتى بقى تحدي بيكوشن دوايتي حدي حرابة ما نزي ما كي كابرا حرابة اكا مالي مدن طالانا كايا برقيني لخلق اكا اوان هس. حد السرقة جاءوا كابرا لشوين كاقسيه كي بحثهم اختلاسانيه كرت كابرا مثلا او عنده 1000 مليار دي تزيقه نفر قسيه كرت للتلفزيون او تي بابا جلسيكو وتي اختلاس حدي قطع دسينيه لو لا نفر اعتراضي كر يعني شي او هم فولي ونيوت وبابا جان اگر امكاراني كر كارمان بكاريونيه شرعا دزي تعريفي هس شرعا دزي تعريفي هس أميش النوع إكدزية ولا أو دزيان يكدسي قطع بكرين جرم كتريس بخزين دان تعبد لبيبي نازل هزار مسألة تري بسرابة ولا دس قد نابي بوأوشته حد السرقة إذا ثبتت السرقة بالشروط الآتي ذكرها أمام القضاء وجب إقامة الحد على هذا السارق. أجر سرقت بوشروطاني كدواي ذكريانتي لبريدات قايا لقاضية ثابت بو واجب إقامة حد لسلم سارق جرابت. والحد هو قطع اليد اليمنى من مفصل الكوع والكوع طرف الزندي والكوع طرف الزندي الذي يلي الإبهامة. إجي حدك عبارة لشيخ وابنام با يا ربي قطع يدي راس دسي راسة لمفصل كوع كوعش كامسة كوعش طرف الزندي زند مشي دس أوتل أو مفصلة الذي يلي الإبهام أو الزند أو شوينة. أي تقطع اليد من مفصل الكف دس لمفصل دسها قتبت. والدليل ذلك قوله تعالى تماشا يسمى ممكن إنسان لا يكتماشا كان سبحان الله شو عنده سيك عبرا قتبت كوارحم كوارحم أي تو آسايش دنميني أمنية دنميني نتواني بروي هيشكوي نتواني جدابني مجبور بی شش قفلاب که تمال گاو صندوقی بیری تناو مال توربینی مخفی دابنی بازم هر دزی اکن آسایش نامینی زندگی بو چیه بی دنیا بو چیه بی ام همو ببی تو دسی دزی قط نکری این دسی دزی قط اکن وکو این هموش تیروه تسری جگای خو وکو ساعتی سویسی پیتو کس کاری بکاری کز نامینی آسایش و امنی دکوی تسر جامعه. دوري قبلي حكومتي طالبان دوري قبلي حكومتي طالبان مثلا امل هاي نسوالي سال 1401 هجري قمري 1401 هجري شمسي سالك طالبان دوباره كوتك سوسري حكومه دوري قبلي كي لواني كخلقي او شو نقول من ام بيست ام دين لزاهدان ولا منطقي الشمال وانا ايوت
كابرايك لشاري وكو جوان رو تيبو شاري وكو باول لأفغانستان أو كاتا بول خود يارو بولي قديم وصن لاي خوما عند 8 بيستماني پنجاي صلي أي كابرا صال هزار تماني باور داي لپنجاي چند بس يكرت كابرايك نام پارچة فروش وي پارچة سينو آنا بي لشاري بو شاري كي ترتي دوسي گوني بولي بي بي گوني لو بولاني کل بی خی درخت کرد این یه لب بازار که لبیری اچ تو آرواتو بو شهر که خود آرواتو جا که بی تو بینی چند روزی پیه چی تی تو گونه کار ولی جگه خویا کس دستیل نداگه ایوت کابرا لب بازار را دوست دار کوتو یکی با یکی ایوت اینو برده نه میخوای طالبان دست ما قط کنه يعني اگر خود اشتكي شرعي بي نك ظلميتي ابي ولي اگر واقعا اشتكي شرعي بو وكو خوي بو اوي شروطي هز شروطو مرجي هز نك تود مردمت خصوتنا وفلاكتو بدبختي و نا نية بخوا مجبورة لديواري مردم برواتة سرتي كي نان بمنالكي بيريد سيقت كي او نا هو الرفاه واسايش خصبت سر زمين جاءو كاتا اگر كسي وعلا كد اواتا بي كد زانا كز تعدية كان لسر كز زانا امنيتنا كيو تسر زمين بس مسألة كوسة تتماشى أم لا مكة ويدسم يفرق قتيبة تماشى أو لا إيش كجامعيك ولا ترس وخوف ورعب وحشته جامعيك يا مثلا أو إن سختك أبو محاربين دان رياج لا آيتك أي سوري ما آيتك دعاء جين لا حد حرابه راسي كفن دسي راس ودسي باين باير شبيان ويكو قد كان يا حد يكي كان بيكو جو بيك دوسي رج بيك بقي شني شويني كبر زامردم شاي فيك بوشي واكر يعني تا سایش کویت نامرد. علاء زورگیرانه لام شارانه دا خفتگیر و زورگیره. اما مس با قمه کونه گیانی مردم جنی مردم منالی مردم. آسایش نمگه. پس اگه تو هاتی امانت اجرا کرد براسی اجرا کرد. ولو لعشا رفاهت مشکلاتی مردم حل کرده بی. او کات برکت اولی. خوب. ودليل ذلك قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم بياوي سارق وجني سارقة دسيان قد كان أما جزائك بوكارنا شايستك كرديان عقابك للاي خواي قوردا خوا عزيز حكيمة وحديث عمرو بن شعيب أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسارق فقطع يده من مفصل الكف سارق كان هنا بولاي بغمبر عليه الصلاة والسلام لمفصل دسا دسي قد كرت وروى البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن امرأة شأن المرأة المخزومية التي سرقت جدك مخزومية سرقتي كرت قريش فرل سري سنجين وكدسي قد بكري فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل كبر وشفاعته فقال لي بغنبر عليه الصلاة والسلام فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان والله كي جرأتي إلا أسامة خوشبستي رسول الله عليه الصلاة والسلام فكلمه أسامة فقال رسول الله أسامش كالصحابي كأنه نازاني أما جرى نابق سيتيابكي نازاني أما برمضي قيشيكا سيكر بغمري خواه فرمي أتشفع في حد من حدود الله توخيك الشفاعات أكي جاء نكتين ليرا شفاعات ها شفاعات ليني قيام الدنيا شفاعات للدنيا يشعز حرشي كوا تدواكي لمسلمان دعاء خير وبكا لا إخوة ده شفاعات زيانية ات الطلبي شفاعات لغير إخوة شركو نازانم دقتك دواكي دعاء خير وبكا او شفاعات شي بو مشركين إن ينكردون يك يعني خودي خوي شي نافذ شفاعتي لا إخوة يقول عبادتي خوي كين بو قسكاني بكا خوانتون رضيان كاتو او بو مشكل انا قلتو بو كابران عبادتي بكي نهيشي غزداء بيش شفاعتي كمو بكفلانكس يا تواني و ايكا يا ناتواني و نيك ايسا اسامة يعني شفاعتي بكي لاي بيغنبرا بو معنى ندو شاري شرك بون نا اخا او بو اواسا او شفاعت شركة نهديكا نواجه نهديكا ازاني بو چي شركة داوالا كسي اكن شفاعتي بو كاك اخوا اجازي نداغا و كسا شفاعتك بكا اشي اما الشرك وايا عمر دمدو شاري شرك وايا وانيا خجازي نداو بس لحالك او غلطة او فهمانة غلطة او اشتباه اتشفع في عد من حدود الله ثم قام فاختطب فقال هل صاو خطبيك داوتي شي ايها الناس انما اهلك الذين من قبلكم
أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. أي مردم أزاني چي مردمي بر لأيوي هلاك كرت كاتك بياويكي الشريف صاحب منزلتو مكانت دزيب كردايا ويليانا كرت كاريان بكاري ونبو. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. لاقنا فقير ندار كسكي بمنزلت أو كاريب كرايا حديا لسر إجراءك. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. قسم أخم بخوا أجا فاطمة كنيشكي حزرتي محمد إجدزيبكا دسيقتكم. ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها. أمريكا البوجنة مغزومية كسرقتي كردو دسيقت كريا تقطع يد السارق اليمنى كما قلنا دسي راسي قتكري إن سرق أول مرة أقا أول جانب وتذكر فإن يعني أقا دسي راسي قتكري أقا دوبارة شو وتذكر. فإن سرق ثانية بعد قطع اليمنى تقطع رجله اليسرى. أقا دوايا ودسي راسي قتكري أقا هم تذكر باي شبي قتكريت. فإن سرق ثالثة بعد قطع رجله اليسرى قطعت يده اليسرى. أجر سومين بارج دعاء وباي شفيش قد كرياجة دذكر دسي شفيش قد تكري. فإن سرق رابعة بعد قطع يده اليسرى قطعت رجله اليمنى. أجر دعاء أوكى باي شفيش قد كرياجة بتشوار من بارج دذكر دسي شفيش قد شيء باي راسي قد تكري دسي راسي قد كريا باي شفي قد كريا دسي شفي قد كريا هر دذكر باي راسي قد تكري. فإن سرق بعد ذلك يعذر فيعاقبه الحاكم بما يراه رادعا. أجر دواي أمي تحر تصور كريا دزيكر تعزير أدري وحاكم هرشتك مين إذا ممكن كارو يجي واه إيش بيرحميك واه كذا تهم بأحد حكمك كام بشر هيا أم كاربك كام بشر هيا بعشر فرس كين دسي راسي يعني قد كردو دزيكر كام بشر هيا دسي راسي قد كانوا دواي باي شبيشي قد كان هم دزيبك كي هي ولي خوا حكمك دانيا الشريعة دانيا أجر بو أجر جانوريكي وين أبو كبعد قطع شوار بليشي هرد ذيكر إنت أمشت لك بحثي أوقك تويسل قانونا ما قانون دا أنري شيء دا أنري ما قانون دياريناكا أجر وكبرة أويكر أواي فيبكن أجر زافيكر أواي فيبكن ممكن كبرة حلا ونكا وأجر واقعا كسيجبو باوجود أما صعبانة أويك بخوا مستحق يا ماس أمانسة أبي بسري بيري أي توجوار فلقت كرياجة حد ذيكي. روى الشافعي في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في السارق إن سرق فاقطع يده ثم إن سرق فاقطع رجله ثم إن سرق فاقطع يده ثم إن سرق فاقطع رجله. حديثك مع تقريبا بمجموع طرق والله أعلم قبيبة إمام الشافعي نقلي كذولا مسندك إلى كتبك خويا مبهمك ياتي أوليخو كسانك بجمع الطرق تيانا قوية حديثك. شروط إقامة الحد على السارق اتبال بيسين بو درسي بعد إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.